قسماً بالله لم أتحدث كذباً قط في أي حاجة. المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا إن أنا إن شاء الله رجل صادق، دي مشكلة كبيرة جداً تعرفوها عني. سدنا حاضر. شوفي، عايز اقول لك على حاجه، انا اصلا كلامي مش كتير، كلامي مش كتير، محدش هيقرب من ميه مصر دي اجابه. وعلى الصعيد الاقليمي كانت مصر دوما في تعاملها مع نهر النيل رائده للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل. الأسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. الحاجة غالية عليك، الحاجة غالية عليك وبتغلى. ما احنا مش منعزلين عن الواقع، ما احنا مش عايشين جوه بلدنا بس، الدنيا اللي انتوا شايفينها ان حصل غلى احنا كمان بيغلى علينا. قالك انك انت فقير قوي، لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. $3 جنيه سني كده، وحضرت الدولار في الثمانينات كان ب 120 قرش و130 قرش و140 قرش. النهارده الدولار ب 18 جنيه. يا ترى ده معناه بيعكس ايه؟ مش بيعكس ادائنا الاقتصادي ولا ايه؟ عارف يا يوسف، فكره انك انت تحسب قدره الاقتصاد بتاعتك بسعر الدولار ده مش دقيقه يعني. لا حول ولا قوة. أنا والله ما أعرف هيقابلوا ربنا بالكذب ده كله إزاي. والله ما أعرف هيقابلوا ربنا ده كذب كتير قوي.